مرحبا بنات، اليوم بتكلم معاكم عن العناية بالبشرة والروتين اللي يزيد البشرة نضارة وإشراقة من براند سكينسيتوكلز الأول طبيا في المجال التجميلي حول العالم. أول شيء راح نبدأ فيه بروتين العناية بالبشرة اللي هو الكلينزر لإزالة أي ميك اب وأي شوائب بالبشرة. ثاني منتج راح نستخدمه اللي هو الفيتامين سي اللي يساعد على نضارة البشرة، يزيدها نضارة وإشراقة وتفتيح، وهو الفيتامين سي الرقم واحد طبيا وينصح فيه الأطباء. طبعا ثالث منتج راح استخدمه اللي هو الـ HA Intensifier، يساعد على نضارة البشرة وإشراقتها ويزيد من إنتاج الهايلورونيك أسيد بالبشرة، وينصح فيه الأطباء بنات ما بعد حقن فيلر للبشرة والشفايف، تقدرين تحطينه على الشفايف والبشرة عشان يقوي نتيجة الفيلر. وطبعا بنات آخر خطوة وهي أهم خطوة اللي أنصحكم فيها دائما اللي هو سان بلوك للحماية من الأشعة الشمسية، ضروري تحطينها قبل ما تطلعين من البيت. خلصنا السكين كير روتين الخاص بالعناية بالبشرة، أتمنى أنكم حبيتوه، وكل المنتجات الحين تقدرون تحصلونها وأخيرا في بوتيكي.